اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء ووزيرة التجارة والصناعة لمتابعة جهود تعميق التصنيع المحلي وتنمية الصادرات. ووجه الرئيس السيسي بالاستمرار في تشجيع إنشاء المجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية وتوفير المزيد من فرص العمل، إضافة إلى العمل على توفير كافة سبل الدعم لتنمية الصادرات المصرية وتعزيز نفاذها إلى مختلف الأسواق الخارجية. أكد الرئيس السيسي موقف مصر الثابت من دعم أمن واستقرار الكويت وكافة منطقة الخليج والذي يعتبر جزءاً من أمن مصر القومي. وشدد الرئيس السيسي خلال استقباله رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد جاسم الصقر على الدعم الكامل لتعزيز حركة التجارة البينية والمشروعات الاستثمارية المشتركة بين البلدين. من جانبه ثمن جاسم دور مصر المحوري بالمنطقة وما تمثله من دعامة رئيسية للأمن والاستقرار، فضلا عن جهودها الناجحة في توفير فرص استثمارية متنوعة وواعدة في جميع القطاعات. التقى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وزير البيئة ياسمين فؤاد لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، واستعرضت فؤاد ما تم إنجازه من أعمال في المجالات البيئية المختلفة خلال عام 2021، حيث أوضحت أنه تم انخفاض أحمال التلوث من الأتربة الصدرية العالقة في الهواء في القاهرة الكبرى والدلتا بنسبة 25%، موضحة أن جهود الحد من التلوث الصناعي شملت إدراج 37 منشأة صناعية للمشروعات التي تستهدف الحد من التلوث الصناعي، فضلا عن تنفيذ برامج عديدة لرفع الوعي البيئي لدى مختلف فئات المجتمع المختلفة. أعلنت وزارة الصحة تقديم الخدمات الطبية والتوعوية لأكثر من 40,000 متردد على معرض القاهرة الدولي للكتاب منذ بدء فعالياته. وأوضحت الوزارة أنه تم تقديم خدمات الكشف الطبي ل2675 شخصاً من خلال 4 عيادات متنقلة، بالإضافة إلى تسجيل وتطعيم 870 آخرين بلقاحات كورونا داخل ساحات معرض الكتاب. أعلن رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع تسجيل رقماً قياسياً جديداً وغير مسبوق في حركة الملاحة بالقناة من حيث أعداد السفن والحمولات والعائدات. وأوضح ربيع أن القناة شهدت عبور 1774 سفينة من الاتجاهين خلال شهر يناير بإجمالي حمولات صافية قدرها 106 ملايين طن مقابل 104 ملايين طن خلال شهر يناير من العام الماضي، وهو ما كان له بالغ الأثر نحو زيادة إجمالي الإيرادات بواقع 544 مليون دولار.